قوية ممتازة، ولكنها أمام مقاومة من عيار ثقيل، مقاومة ما هي عادية بصراحة، مقاومة مفترق طرق. لو كنا مقفلين فوقها شهري كنا قلنا والله، اللي هي النسبة الذهبية من موجة عام 2006 104.70 ريال. شايفين هذه النسبة هي كانت أهم المقاومات على الشهري بالنسبة لشهر مايو. السهم وصل عندها سجل 104.40 أعتقد، لكن ما قفل فوقها، ما اخترق النسبة. فحتى لو اخترقناها أثناء هذا ما عندنا إغلاقات شهرية فوقها. لكن اللي نبغى نعرفه هو الدعم، ما هو أهم دعم لو كسر الراجح يعتبر كسر سلبي، أو أهم دعومه على الشهري. شايفين هذه القناة؟ ترى هذه القناة الرئيسية الصاعدة في الراجح، خلينا نحطها كده ونميزها، نحط الترند الأساسي بالأحمر وسقف القناة الرئيسي اللي جاي من قمة عام 2019. جاي من فين؟ جاي من قمة، جاي مرورا بقمة 2019. شايفين المنظر؟ اللهم صل على النبي. هذه القناة، هذه القناة الرئيسية، عشان لا تتشعتروا خلينا نمسح القنوات اللي في النص هذه. هذه القناة ما بين الأحمر واللي فوق الأخضر. هذا الدعم حقه فين؟ يعني لو بدأنا شمعة شهر جديد كيف يبان عندنا إنه كسر القناة؟ إذا كسر السهم 97-98، يعني يقولوا 97 لتأكيد النظري، والسهم 98، تمام؟ السهم مقفل 103.20. هذا السهم طبعا لو كتب الله لنا واخترقنا وانطلقنا على الفاصل الشهري 104، والله يا جماعة ما في شيء، ما نقدر، ما في غير 126 ريال يعني. المهم خلونا هذه بعد نراقبها على الفريمات المتوسطة والصغيرة. تعالوا نشوف بنك البلاد.